بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات الذين اجتازوا باك 2022، أقدم لكم تصحيح امتحان رياضيات شعبة تسيير واقتصاد موضوع واحد الأول والتمرين الثاني. انتبهوا ليه، نقرأ النص تاع التمرين. المستوى منسوب إلى معلم OEG CF CG، التمثيلان البيانيان للدالتين العدديتين F و G المعرفتين على R كما يلي: F ل X يسمى A X مربع زائد B X ناقص 1، و G ل X هي X زائد 1 مربع مضروب في X ناقص 1، حيث A و B عددين حقيقيان. أولا ألف، بين أنه من أجل كل عدد X G ل X يساوي X مكعب زائد X مربع ناقص X ناقص 1. B، عين العددين A B حتى تكون G دالة أصلية ل F على R. ثانيا تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي X F ل X هي X زائد 1 مضروب في 3 X ناقص 1. ثالثا ألف، حلل العبارة G ل X ناقص F ل X. B، استنتج أن CF و CG يتقاطعان في 3 نقاط يطلب تعيينها. إذن أنا تبعنا النص، نبدأ في الحل. أولا بين أنه من أجل كل ذاك، إذن هاي العبارة تاع جي إكس كما راكم تشاهدوا بعد النشر ننشروا إكس مضروب في إكس، لهنا هذه إكس زائد 1 نحولها إلى إكس مربع زائد 2 إكس زائد 1، هي علاقة مشهورة. من بعد نضرب هذه في هذه إكس مكعب، من بعد إكس ناقص 1 إكس 2، من بعد 2 إكس مضروب في إكس 2 إكس مربع، 2 إكس في ناقص 1 هي ناقص 2 إكس، من بعد 1 في الإكس زائد إكس، بعد واحد في النقص واحد هي نقص واحد. إذن العبارة هي تولي جي إكس إكس مكعب زائد إكس مربع نقص إكس زائد نقص واحد. ألف باء، لنا ألف ألف واحد باء واحد باء وشني، عين العددين أ بي حتى يكونوا جي دالة أصلية. إذا كان دي دالة أصلية معناه معناه أن جي فتحة لـ X هي F لـ X، معناه D لـ X إذن هنا F فتحة لـ X dx هي F لـ X. Thank you.
إذن جي فتحة إكس هي فتحة إكس، معناه جي فتحة إكس إلى هذه. إذن لنا المشتقة جي فتحة إكس هي 3 إكس مربع زائد 2 إكس، إذن جي فتحة لي إكس هي كما راكم تشاهدوا في إف لي إكس هي أكس زايد بي إكس ناقص واحد. لنا بعد التطابق لاحظوا أ تساوي أ تساوي ثلاثة وبي تساوي اثنين. لهنا راكم تشوفوا لهنا العامل ثلاثة يساوي أ، أ تساوي ثلاثة ولا بي يساوي اثنين. ثانيا تحقق انه من اجل كل عادة تعتدي اف الاكس يساوي الى اخره. لهنا ننشر واش لاحظوا نلقاو الدالة اف الاكس هي 3 اكس مربع زائد 2 اكس ناقص 1، هذه هي الدالة الموجودة. اذا هذه صحيحة. اذا حولنا هذا الدالة هذه الى جدا عاملين، إلى جدا عاملين. ثالث ألف ثلاثة ألف حل العبارة، عبارة جي لإكس ناقص إف لإكس هو الفرق، هي إكس زائد واحد مربع إكس ناقص واحد ناقص إكس زائد واحد ضروب في ثلاثة إكس ناقص واحد. واش نلاحظوا لهنا؟ لاحظوا نقدروا نديروا اكس زائد واحد كعامل مشترك. تمدلنا هذه العباره وبعد النشر تمدلنا اكس زائد واحد مضروب في اكس مربع ناقص 3 اكس. ولهنا نقدروا لهنا نديروا اكس كعامل مشترك. راكم تشوفوا إذا تصبح جي لإكس ناقص إف لإكس هي إكس مضروبة في إكس زائد واحد مضروب في إكس ناقص ثلاثة. ثلاثة باء إذا سي إف وسي إف يتقاطعان فإن الفرق هذا يساوي صفر، معناه أن المعادلة كما جاية لهنا وهذا المعادلة تنعدم، هذه المعادلة تنعدم من أجل قيم إكس تالية. إكس يساوي صفر لأن إكس لازم تكون صفر، إكس زائد واحد تساوي صفر كذلك، هاي صفر لهنا ثاني صفر ولهنا صفر. عندنا إذا النقط إكس يساوي صفر، إكس ناقص واحد وإكس ثلاثة. كي نعوضوا الاكس في جي لاكس يمدلنا عندك جي لصفر هي تبدلنا ناقص واحد، جي ناقص واحد هي صفر، جي
3 هي 32. إذا عندنا هذا النقط أ الفصيلة 0 ونقص 1، ب ناقص 1 0، و سي 3 32. انتهينا، والسلام عليكم.